استاذ حسين، احكي لنا عن موضوع المخدرات، الجنبه القانونيه اللي خاصه بموضوع المخدرات، المتعاطي، المتاجر، هذا الشخص اللي راح يتوقف، اللي راح ينحكم لمده سنه مثل ما هو حاليا عمل المحاكم المعتاده على الحكم على المتعاطي بعقوبه السنه والغرامه 5 ملايين. ووضح لنا انت موضوع العقوبات الخاصه بالمتعاطي والمتاجر، احكي لي عليه. بدءا موضوع المخدرات بالتعاطي، بموضوع التعاطي يكون الحكم مثل ما تفضلت سنة وغرامة 5 ملايين أو 10 ملايين. نعم. وبالتجارة أو الترويج 6 سنوات 7 توصل ل 15 سنة. وقبل فترة انحكم على أحد التجار أو أحد المروجين 15 سنة. محكمة التمييز نقضت هذا القرار، رجعت، قالت هذا انتقام، ودور المحكمة والقضاء هو ليس الانتقام بل هو الإصلاح. نعم. رجعت إلى 6 سنوات في إحدى المحافظات الجنوبية. أستاذ حسين، بين الكلام، هل انه العقوبه ده تاخذ اثرها الصحيح انه ده يصير اكو اصلاح للمتهم؟ بالعكس، المتهم اللي مثلا متعاطي للمخدرات دخل للسجن، هو متعاطي راح يخرج قاتل او راح يخرج سارق، يتعلم الجريمه من داخل خلال المؤسسه من الاصلاحيه، من خلال المؤسسه التي هي حاليا لا تمارس دور الاصلاح بل تمارس دور الانتقام. يعني بمعنى اخر، انا ده يدخل عندي المتهم المتعاطي، متهم متعاطي قادر على انه ارجع ان ادمجه بالمجتمع، ده يطلع عندي يطلع الى متهم، ممكن قادر تاجر، ممكن يكون تاجر. مو بس تاجر، ممكن يكون قاتل، ممكن يكون خاطف، ممكن يتنظم عن طريق الجريمه المنظمه مع اقرانه الموجودين داخل السجن. أكيد. احنا المفروض شو نسوي؟ نعم، احنا المفروض دائره الاصلاح عندها قسم خاص، هو دخل مدمن يعني مريض، غير يتم علاجه، غير يتم عرضه على اطباء مختصين لاعطاء العلاج حتى يخرج للمجتمع، يندمج بالمجتمع، انسان صالح وسوي وقادر على القيام بواجباته ويكون كامل الاهليه. نعم. لكن هذا لا يحدث يا زميلي العزيز.